بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة غزية السعادة الحداد، مدير عام مركز الوطني التشخيصي لعلاج تشخيص وعلاج العقم. المركز مركز علمي تعليمي طبي صرح يضاهي المراكز العقم على مستوى العالم. عشنا فترة 10 سنوات في مباني مؤجرة، وفضل ربي شهر 9 افتتحنا وبدينا العمل في مركز العقم على وهو صرح نفتخر بوجوده في مدينة البيضاء. مركزنا تعليمي وطبي، فيه جميع ما يقوم به أي مركز عقم من تشخيص مبدئي الحالات، إجراء المناظير البطنية والرحمية التشخيصية والعلاجية، الحقن المجهري، الحقن الصناعي، أخذ خزعة، كذلك نقوم بتجميد الأجنة والعينات الأزواج. اليوم يصادف وجودكم ان في اجريت فيها امتحانات السنه الرابعه لكليه الطب البشري جامعه عمر المختار، وسوف يكون الامتحان على 3 ايام متتاليه، بدينا من يوم 16 واليوم وبكره ان شاء الله. المركز حيستقبل 35 طالب يوميا. تم الامتحان في بخمس لجان، كل لجنه مكونه من 2 أو 3 ممتحنين. في ممتحنين داخليين من داخل مدينه البيضاء، في عندنا ممتحنين من مدينه درنه وممتحنين من مدينه بنغازي، ومستوى الطلبه الحمد لله كويس. المركز مؤهل ان هو يستقبل الطلبه، المركز مؤهل ان هو يستقبل اطباء الامتياز، والمركز تعليمي بقرار من رئاسه الوزراء سنه 2016.